بالرز بالحاجات دي تبقي تسيبي شويه رز بره، ده ما بيتقلي في الزيت بقى بيبقى مقرمش كده، يبقى الواحد بياكل الممبار كده. لو ده هيثبت لك انك ايه؟ يعني يسعدني ويشرفني ان انا اكون نسيب حضرتك وطالب ايد امل بنت حضرتك. وماله؟ طموح انت يا محمد. والله دمي خفيف، يخرب بيتك يا فواز، عسل عسل. هو السولو ده احلى سولو، انا دمي خفيف على قلب قوي، بحبني موت. ياه كده حلوت قوي. اف ايه ده؟ ريحته وحشه كده ليه؟ مسحول انت جبتيه بوظ الغسيل، خلى ريحته بايظه ومغيره، وانت عارفه انا غسيلي زي الفل، اول مره يحصل كده. الله. ايه عجبك البرفيوم بتاعي؟ ريحه الخروف اللي بيتشوي مجننه امي. الواد ده تقطعي معاه حتى لو شفتيه صلصه، مفيش اي كونتاكت، وتعملي بلوك من على الواتساب ومن على الفيسبوك ومن على الانستجرام. انا ما عنديش انستجرام اصلا. تنزليه وتعملي له فولو، ولما يقبل تعملي له بلوك. من جوه النبض الراجد بين ضلعاتي بحبك. الله. وبرغم البعد الباعد بيني وبينك بحبك. برغم البعد الباعد دي مسافات، خلي بالك. طبعا. وبقول لك لا، فهماني؟ لا.